ترى كلنا الموروثات الملموسة وغير الملموسة. الملموسة مثل ترى كلنا الأرض، أرض فيها الزيتون، فيها البيوت القديمة، يعني أرض فيها زيتون بين الجبال، الهواء منعش بكون فيها، الفش أجمل من الكعدة تحت الشجرة، الاهتمام بالأرض اهتمام متوارث يعني من جد الأجداد، يعني هي لأنها الأرض هي الفلسطينية أرض عربية، فإحنا منورث حب الأرض لأولادنا. فمثلا أنا اهتميت بالأرض من أبوي، بشوفه كيف كان يزرع الزيتون، كيف مثلا كان يلقط الزيتون، وأبوي من سيدي وسيدي من سيده، نفس الإشي زي هيك. يعني بموسم الزيتون بنروح الجميع، يعني أعمامي وأولادهم ونسوينهم، نروح من لقط الزيتون، ناكل مع بعض، بنهتم بالزيتون، بنقص الزيتون مثلا، نهتم بالأحطاب تاعتهم، الأحطاب هاي بندفى فيها أو بنخبز عليها، ففي موسم عائلي ثقافي كمان. يعني هي أيام حلوة، يعني إنه بتشوف إنه طفولتك وأنت صغير بالزيتون، وسنين بسنين وأنت بالزيتون بتكبر تتذكر إنه كيف كنت وأنت صغير تلعب مثلا تحت الزيتون، وهلأ كيف تهتم فيه. أنا بحس لما أكون بالأرض بحس كشعور بالتأمل والتفكير، بشعور بأنه إحنا موجودين هون، شعور أنه إحنا مثل كشجر الزيتون باقون. أكيد أنا فخورة إني بلبس هذا اللباس، إنه بخليني أحافظ على هويتي، وإنه أنا لسه متمسكة بتراثنا. في يوم الحنة تاعت العروس بنلبس التوب الفلسطيني مجموعة، يعني بتكون من الصبايا بتلبس هذا التوب، وكمان بتدبك على أغاني شعبية هم لابسين هذا التوب. وموجود عندنا كمان المطرزات الفلسطينية اللي بتشتغل فيها ستي أمي أحيانا، عبارة يعني هي قطعة قماش وبكون بعدة ألوان، بتتضمن كمان ألوان العلم الفلسطيني بعد التوب، يعني بعد التوب بكون فيها هاي الألوان، اللون الأخضر والأحمر والأسود، وبتكون عدة ألوان وألوان عن الطبيعة، ألوان حلوة يعني بتحكي عن، بتعطينا نوع من أنواع يعني التفاؤل في الحياة. كل بلد إلها توب بكون خاص فيها، في بلد أحياناً بتشتهر بتكون مثلاً بالقمح، فبكون التوب اللي هم بيلبسوه لون الأصفر بلون القمح. أنا بحب ألبس التوب الفلسطيني لأنه هو بخليني مرتاحة، بعيشني جو أنه أنا لسه في بلدي، أنا ساكنة في يافا. كل الناس لما بتلبس هذا التوب الفلسطيني تحس أنك أنت مش مختلفة
عن الناس الموجودين بنفس منطقتك وفي يافا، وانه انا لسه انه انا موجود، انه ما في هجرة، انه انا لسه في بلدي. بتذكر الناس لما بلبس التوب بذكرني بناس انا حبيتهم، ناس بعنوا لي كتير كانوا يلبسوا هذا التوب، وهذا التوب بيعطيني امل، بيعطيني امل يعني بكل شيء في الحياة. أنا أترك لي والدي ووالدتي وكمان جدي وجدتي صور أنا كتير بحبها. هاي صور لسيدي ولستي ولأقارب هم ماتوا. أنا بعتقد إنه هاي الصور مهمة بالنسبة لي، علشان أول إشي أعرف مين هم عائلتي اللي أنا ما شفتهم، يعني علشان أتعرف على شجرة العائلة زي ما بيحكوا. يعني حتى لو أنا ما كنت أعرف الأشخاص اللي في الصورة، بس أنا لما أشوفهم بالصورة بحس فيهم. بالنسبة إلي الصورة بتحكي، كمان شيء بالنسبة إلي بحب أجمع هاي الصور عشان أعرف مين بيشبه مين بالعيلة. في كتير صور موجودة للمكان الأصلي اللي كانت عائلة أجدادي بيعيشوا فيه، وهي مدن قديمة هم تهجروا منها. فكتير حلو إن احنا نشوف الصور لهاي المدن اللي احنا ما بنعرفها. علشان طبيعة الحياة كما يظهر في الصور القديمة بتختلف عن طبيعة حياتنا هلأ، طبيعة المكان، الأشخاص، كمان الاحتلال بيلعب دور كبير. جدتي تركت لنا الحب بين بعض والترابط الأسري لما كنا نجتمع عندها كل يوم مثلا أو كل يوم في الأسبوع، وكمان تركت لنا عادات حلوة وتركت لنا القصص القديمة عن عادات زمان. مثلا من هاي القصص كانت تحكي لنا قصص وبالاخر تعطينا عبره او مثل في هاي القصه. فكانت تحكي لنا عن قصص الترابط الاسري، انه احنا لازم نضل بين بعض مترابطين، لانه الاسره هي اول حدا ممكن تتوجه له لما يصير معك اشي معين في حياتك أو مشاكل.